أيها الأمي اقرأ باسم رب العالمين، واجعل العالم يرقى بالكتاب المستبين. أيها الأمي اقرأ باسم رب العالمين، واجعل العالم يرقى بالكتاب المستبين. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ربيع القلوب في نسخته الرابعة على قناة حضرموت الفضائية. هذا البرنامج الذي يأتيكم برعاية كريمة من مجمع الصديق القرآني النموذجي بتريم، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. رمضان حاشاك أن ننسى الدروس أو نفقد المعالم، حاشاك ننسى قارئ القرآن وعبدا في الضحى صائم، حاشاك ننسى عبدا يصلي أوفة قائم، حاشاك ننسى قرآنا يضيء الدروب ويرسم لنا المعالم، حاشاك نهجر القرآن ونذر حروفا هي إلى الجنان سلالم. نجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام مع هذه الحلقة الجديدة، وباسمكم نرحب بأعضاء لجنة التحكيم فضيلة الشيخ العبد بن سالم باخميس، وفضيلة الشيخ سعيد بن محمد باجريدي، وفضيلة الشيخ صلاح بن سالم بن سلوم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. إذن مشاهدينا، على بركة الله نعلن انطلاق هذه الحلقة ونرحب بالمتسابقات معنا في هذه الليلة الرمضانية المباركة. سيكون معنا في هذه الليلة المتسابقة أحلام عوض باصبيح، والمتسابقة ولاية محمد بدير، والمتسابقة صفية محمد بمؤمن. ألا نبقى وإياكم مع أولى المتسابقات معنا، المتسابقة أحلام عوض باصبيح. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالمتسابقة أحلام بنت عوض باصبيح حفظه الله تعالى، وتختار سؤالا. 15. 15. اقرأي من قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر،
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حسبك، أحسنت، بارك الله فيك. اقرأي من قول الله جل وعلا في سورة الأعراف: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. حسبك، أحسنت، بارك الله فيك وفتح الله عليك. صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى تلاوة المتسابقة أحلام عوض باصبيح، نتمنى لها التوفيق ولبقية المشاركات معنا في هذا البرنامج. الآن سنستقبل وإياكم ثاني المشاركات معنا في هذه الليلة، المتسابقة ولاية محمد بدير، فلتتفضل إلى كرسي الأسئلة. نرحب بالمتسابقة ولاية محمد بدير واختاري سؤالا. الثامن عشر. اقرأي من قول الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى
حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون خبير. إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلهم أجرهم عند رب بلى على مهل بلى بلى من أسلم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحسنت بارك الله. السؤال الثاني: اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. الله لا فارتقب يوم تأتي السماء. أعيدي يا بنتي الله. رب السماء أعيدي. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. بل هم في شك يلعبون. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. فارتقب يوم تأتي السماء بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. إنا كاشف العذاب. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. إن يغشى الناس هذا عذاب أليم. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا
ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. أحسنت وبارك الله فيك. بارك الله فيك. إذن كانت هذه تلاوة المتسابقة ولاية محمد بدير. مشاهدين الكرام استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة، نتمنى لها التوفيق ولبقية المشاركات معنا في هذه الحلقة. الآن لم يتبقى لدينا إلا استعراض المتسابقة الثالثة في هذه الليلة، المتسابقة صفية مؤمن بامؤمن. نرحب بالمتسابقة صفية مؤمن بمؤمن. اختاري لك سؤال يا صفية. 11. السؤال 11، اقرأي علينا من أول سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه
ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يجحدون. انتبهي. خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تذكرون. قليلا ما تشكرون. أحسنت وبارك الله فيك، ما شاء الله، قراءة واضحة. السؤال الثاني، اقرأي من قول الله عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما
استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ما شاء الله، أحسنت، بارك الله فيك. صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى تلاوة المتسابقة صفية مؤمن بمؤمن، نتمنى لها التوفيق ولبقية المشاركات معنا في هذا البرنامج. الآن نستأذنكم للتوقف لحظات مع هذا الفاصل، بعده نعود إليكم لاستعراض ملاحظات لجنة التحكيم على تلاوات المتسابقات معنا في هذه الليلة، فرجاء لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، عدنا إليكم لاستعراض أبرز ملاحظات لجنة التحكيم على المتسابقات معنا في هذه الليلة، وكذلك أيضا استعراض النتيجة النهائية لهذه الحلقة. الآن سنبقى وياكم مع فضيلة الشيخ صلاح بن سلوم لاستعراض أبرز الملاحظات على تلاوة المتسابقة أحلام عوض باصبيح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. وقراءة الأخت أحلام قراءة طيبة لا بأس بها، فتح الله عليها ووفقها لكل خير، وتبقى هناك في مجموعة من الملاحظات حول هذه القراءة. القراءة في المجمل العام مشوبة بالغنة، أي أن القراءة خيشومية، وهذا معيب في القراءة بل في الكلام عموما. القراءة الخيشومية أو الكلام الخيشومي معيب عموما، فكيف بالقرآن الكريم؟ أيضا من الملاحظات هناك ترقيقات زائدة في الألفات تصل بها إلى التقليل أو كما يسمونها بالإمالة الصغرى، فترددت عندها الألفات بين الإمالة الصغرى إلى الفتح لكنها تميل أكثر. من التنبيهات أيضا في ذلك أنها قلقلت بعض الراءات الساكنة، والراء الساكنة ليست فيها قلقلة وإنما فيها صفة التكرار، فمثلا كلمة الأرض تقلقلت، وكلمات أخرى أيضا فيها الراء الساكنة تقلقلت عليها، فتنتبه للراء الساكنة فلا تقلقلها. هذا والله أعلم. بارك الله فيك ونفع الله بك. آمين. أما فيما يتعلق بالمتسابقة ولاية محمد بدير، فضيلة الشيخ العبد. المتسابقة ولاية محمد بدير تلاوة طيبة، ويبقى هناك الملاحظة الأولى اللي هي قصر المنفصل وطول المنفصل. لو قصرت المنفصل مرة واحدة لكان أحسن، لكن مرة يقصر ومرة يطول، فهناك من العيب عند حفص أن تقصر في مرة وتطول، خاصة من طريق الشاطبية، وهذا معلوم واضح. وكذلك من الملاحظات التي أخذت عليك فله أجره، سمعنا تفخيم الهمزة وهذا لا يصح أبدا، إنما هو الهمزة حرف مستفل وليس مفخم، والباقي ما شاء الله فتح الله عليك. اللهم آمين. الآن سنستعرض أبرز ملاحظات لجنة التحكيم على المتسابقة صفية مؤمن بمؤمن من فضيلة الشيخ سعيد. الطالبة والمتسابقة صفية قراءتها طيبة جدا، صوتها جهوري، مخارجها واضحة، لوحظ عليها شيء من التكلف خاصة فيما يتعلق بالكلمات الموقوف عليها، الكلمات الموقوف عليها فيها شيء من التكلف، كقول الله عز وجل
قليلا ما تذكرون، هكذا بقوة تقرأينها، أو هم قائلون. وكذلك في الوقف أو الوقف على كلمة الحق فيها شيء من التكلف، فيها شيء من التكلف. كذلك لوحظ عليك يا صفية فيما يتعلق بموضوع الوقف والابتداء، في الوقف والابتداء، فمثلا في قول الله عز وجل: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. أنت قرأتي ابتدأت إنا كنا ظالمين، والأولى أن تأتين بما قبلها وتصلين هذه الكلمات. كذلك في قول الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه، وقفت على موازينه وابتدأت فأولئك هم المفلحون. في الآية التي تليها أيضا: ومن خفت موازينه، وقفت هنا وابتدأت ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. مجمل القراءة حقيقة قراءة طيبة جدا، صوت جهوري، مخارج واضحة، ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خير فضيلة الشيخ، ونفع الله بك وأيضا ببقية مشايخنا الفضلاء. إذن باستعراض هذه الملاحظات مشاهدين الكرام، نكون قد أخذنا أبرز هذه الملاحظات وتقييم لجنة التحكيم على تلاوات المتسابقات معنا في هذه الحلقة. نأمل منهن أن يأخذن هذه الملاحظات بعين الاعتبار حتى تتم الاستفادة بإذن الله تعالى منها في المراحل المتقدمة. الآن دعونا ننتقل مباشرة إلى رئيس لجنة التحكيم لاستعراض النتائج النهائية لهذه الليلة. النتيجة النهائية لهذه الحلقة المتسابقة أحلام عطبة صبيح حصلت في الحفظ على 80 درجة، وفي التلاوة على 18 درجة ونصف الدرجة، مجموع درجاتها 98 درجة ونصف الدرجة. أما المتسابقة ولاية محمد بدير حصلت في الحفظ على 73 درجة ونصف الدرجة، وفي التلاوة على 19 درجة، مجموع درجاتها 92 درجة ونصف الدرجة. والمتسابقة صفية مؤمن با مؤمن حصلت في الحفظ على 79 درجة، وفي التلاوة على 19 درجة، مجموع الدرجات 98 درجة. نفع الله بكنا، وخذنا بعين الاعتبار الملاحظات التي ألغيت من قبل اللجنة. بارك الله فيكن ونفع الله بكم. إذن هكذا مشاهدينا الكرام آلت نتائج هذه الحلقة. نبارك للمتأهلتين معنا مباشرة إلى المرحلة الثانية، المتسابقة أحلام عوض با صبيح والمتسابقة صفية مؤمن با مؤمن. كما أيضا ستكون هناك فرصة أخيرة للمتسابقة ولاية محمد بدير في حال إذا كان في الحلقات المتبقية في المرحلة الأولى أي متسابقة حصلت على تقدير ونسبة أقل من نسبة المتسابقة ولاية محمد بدير. بطبيعة الحال نتمنى التوفيق لجميع المشاركين والمشاركات معنا في هذه النسخة من برنامج ربيع القلوب. بهذا نكون مشاهدينا الكرام قد وصلنا بكم ومعكم إلى ختام هذه الحلقة. غدا يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى. إلى الملتقى، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأمي اقرأ باسم رب العالمين، واجعل العالم يرقى بالكتاب المستبين. باسم رب العالمين، واجعل العالم يرقى بالكتاب المستبين.